السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع سنفليكس برو موقع قوي جدا لتوليد الصور، احترافية عالية جدا. طيب خلينا نبدأ معاه، هقول له لوجين. فأول ما جيت اشترك جاب لي رسالة: خلي بالك ان كل الحاجات اللي انت تعملها هتبقى بابليك للناس كلها، يعني اي صورة هتعملها مش هيبقى فيه برايفت. ليه؟ الموقع حتى هذه اللحظة، لحظة تسجيل الفيديو مش اللحظة اللي انت بتشاهد فيها، حتى الآن مجاني، مفيش أي حاجة بيقول لك ادفع فلوس، مفيش برايس، مفيش سعر، مفيش أي حاجة خالص. هو بيديك كل 6 ساعات 20 نقطة، فكافي جدا طول اليوم كل 6 ساعات بيبدأ يديك نقط، يعني 4 مرات. تبدأ تبص بقى على الصور، عندك حاجات بوستر، حاجات أنيمي، حاجات كرتون، زي ما أنت عايز. تبدأ تشوف إيه الصور اللي عاجباك اللي أنت عايز تعمل زيها. أي صورة تقدر إن أنت تختارها وتبدأ إن أنت تكبرها. ومن الحاجات القوية في الموقع ان هو بيقدر يكتب الاسامي زي ما انت عايز. طيب انا عجبني مثلا الصورة ديت، عطت لي البرومت، يعني ممكن اقول له كوبي برومت، انا عايز انسخ البرومت، وبيقول لي الشخص دوت اقدر اعمل له فولو، واقدر ان انا اعمل شير للصورة، اكسترنال لينك او في لينكات خارجية. بعد كده اروح لي كرييت فوق خالص هيت، واجي هنا عند البرومت ابدا اديله البرومت اللي انا عايزه. طيب بعد كده لازم اختار هنا سيف، الحاجات دي ممكن تجيب لك صور مش كويسه. اسبيكت ريشيو، هتبدا تختار الاسبيكت ريشيو اللي انت عايزه، وتقدر تتحكم في مدى الالتزام بالبرومت. هنا سيد هو راندوم، لو انت عندك صوره معينه تقدر تاخد السيد بتاعها او الرقم بتاعها وتقول له انا عايز صوره زي كده. هنا عايز عدد الصور اللي عايزه يطلعها لي، اقول له صورتين واقول له جنريت. فالموقع حتى الان مجاني، حاول تستغل الفرصه وتعمل الصور اللي انت عايزها، لان بعد فتره هيبقى محدود، هيبقى بفلوس زي ما احنا متوقعين او شفنا من بقيه الموقع. ما اخدش وقت وطلع لي الصورتين بالشكل دوت، ومديني التفاصيل انا طلعته ازاي. عايزين نبقى نخلي بعد كده سيف. طيب ممكن نقول له كرييت، وتبدا تكتب بقى اي برومت انت عايزه. ممكن لو تقول له شات جي بي تي انا عايز برومت كذا، يكون مكتوب بالانجليزي يبدا يعمل لك الحاجه اللي انت عايزها. يعني ممكن نقول له مثلا ايه، احنا طبعا عندنا محرك البحث هنا نقدر نكتب اي كلمة وندخل عليها. طيب انا عايز اختار مثلا حاجة زي كده. طبعا اللغة العربية غنية بالمفردات والمعاني، وكل كلمة بيبقى ليها معنى مختلف عن الكلمات التانية، مفيش كلمتين في اللغة العربية لهم نفس المعنى حتى لو اعتقدت هذا. يعني كلمة لاف تقريبا انا فاكر ان انا كنت قعدت ادور كانوا 80 كلمة، ماشي. اللي موجود ده مش لاف، يعني في اللغة العربية مش حب، ده نقدر نقول غرام
غرام هو الحب اللي فيه تعذيب. تمام، ممكن هنا بقى نختار ايه مثلا؟ فاير. تمام، ونشوف بقى يعمل لنا الصورة ازاي. ان عذابها كان غرامة. شايف الصور؟ طلع لي صور جميلة. هي تقدر بقى تشوف احسن صورة عجبتك. انا مثلا عجباني ديت، ابدأ ان انا اكبرها واقدر ان انا اسيفها عندي على الجهاز. هو بيلتزم بالكلام، قليل قوي المواقع اللي بتلتزم بالكلام اللي مكتوب. فتقدر هنا بقى تكتب اسمك، تكتب اي اسم انت عايزه، تغير الفاير تخليها مثلا ثلج مثلا.